جوازات مزورة لكنها أصلية. هيا هيا يا أخي ريسي هيا. هذا العرض هو قادم من العراق، العرض من إنتاج فرقة مسرح بغداد للتمثيل، تأليف الأستاذ الفنان قحطان صغير وأخراج الأستاذ الفنان علاء قحطان. مثل ما شاهدت العرض، العرض هو بعنوان الآيفون القصير. هذا العرض يتحدث عن يعني سلبيات التكنولوجيا والاستخداماتها، وكذلك التمسك بالإرث والحضارة وعدم الهجرة. هذا الموضوع، يعني هذا العرض ناقش موضوعتان مهمتان، ألا وهما هجرة إلى خارج الوطن وكذلك الاستخدامات السلبية للأجهزة التكنولوجية. نسعى من خلال هذا العرض إلى تقديم معلومة للطفل، يعني ابتغاء أنه يعني تنشئ جيل واعي. صراحة المتعة أنه أنت تمتع الطفل بنفس الوقت أنت تستمتع معه، لأن الطفل أهم عنصر بالمجتمع. بالنسبة للعمل المسرحي الآيفون القصير، هو فكرته شلون الطفل يتعامل مع التكنولوجيا، وهذا شيء مهم جدا أنه نخليه يعرف يتعامل بطريقة صح حتى ينتج صح. ضروري مو بس الطفل، أنا برأيي كل الناس ضروري تتعرف على مجتمعات غير مجتمعها هي، حتى تتطور، حتى تعرف أنت شنو بيئة هذا المجتمع، شنو قوانينهم، شنو حتى الفن يختلف. فضروري الطفل والشخص الصغير بالعمر والكبير اللي يتعرفون إنه عن طريق اختلاف المجتمعات. إحنا دائماً أغلب عروضنا هي باللغة الفصحى، يعني المضبوطة مثل ما نقول، نسعى حتى نجتاز اللهجات، وهي اللهجات العربية كلها تقريبا قريبة مع بعضها، توحدها الفصحى. فمن نقدم عمل نقدمه باللغة الفصحى. تقبل الصغار ممتاز جدا، لأن احنا نسعى أن نأخذ مواضيع يعني إنسانية مشتركة تخص الطفل في كل زمان ومكان، ونرتقي بنموذج معين، ويعني نبحث عن خيط درامي مثلا منقول، ونأسس إلى شغل مسرحي. بالغربة تموت الأحلام وهنا يمكننا السلام، بالغربة تموت الأحلام وهنا يمكننا السلام، ونصبح أجهزة المطورة المتطورة. خذ الجوازات، الآيفون 14 هو المدير، والجالكسي هو. احنا سبق وأمس تفرجنا في عرض الانتاج تطاوين، الانتاج البير الاحمر بالتحديد، كان كل شيء مفهوم. لكن الصغار وقت اللي ذكرت لهم اني فما عروض دوليه كيف العراق، كيف الجزائر، كيف اسبانيا اللي باش يكونوا حاضرين اليومين الجايين، يا ماما نحب نشوفوهم، فما ناس كي من هاكا نحب نشوفوا عروض من بلايص اخرين بحكم انهم هما متمكنين من الفرجه المسرحيه. دونك جبتهم اليوم، قعدت من تالي صغار مقدام. علاش حبيت نشوف التفاعل متاع الصغار خاصة مع عرض أجنبي؟ أسكو الثقافات قريبة من بعضها ولا لا؟ أسكو الصغير وصل أنه يفهم عرض أجنبي ولا لا؟ من حسن حظهم زيادة أنه هما العرض بالعربية وبالعربية الفصحى، وهذه من شروط عروض الأطفال.